جزاكم الله خيرا. أيضا يقول في صباح نفس اليوم: يا فضيلة الشيخ، قمت بعمل طواف الإفاضة من طواف وسعي، وذهبت بعدها لرمي جمرة العقبة الكبرى لي ولزوجتي، حيث تركتها في مكة ورميت عنها، وذلك لشدة الحرارة والازدحام الشديد. ورجعت مكة بعد الظهر تقريبا، وكنت متعبا من شدة الحرارة، وكنت أريد أن أؤدي طواف الوداع أنا وزوجتي، ولكني لم أستطع إلا بعد صلاة العصر. وبعد صلاة العصر حملت ابنتي وأخذت زوجتي لكي نطوف طواف الوداع، وعند طواف الشوط الثالث وقعت زوجتي على الأرض، ومن شدة الازدحام كاد الحجيج أن يدوس علينا بالأقدام، لولا أن كتب الله لنا العمر. وانتشلنا بعض الحجيج من هذا الموقف إلى خارج الصحن، ولم نؤدي بقية الأشواط الأربعة. أريد من فضيلتكم، ماذا يجب علي الآن؟ هل أعيد تلك الحجة أم توصوني بشيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليكم فدية بدل طواف الوداع، لأنكم لم تكملوه وسافرتم على ظاهر سؤالك وأنتم لم تكملوه. حجكم صحيح إن شاء الله، ولكنه ينقصه طواف الوداع، وهذا يجبره الفدية بأن تذبح فدية عنك وفدية عنها في مكة وتوزعهما على فقراء الحرم. وإذا كنتما لا تستطيعان الفدية من الناحية المالية، فليصم كل واحد منكم بدلها 10 أيام. عليك أن تصوم 10 أيام، وهي كذلك تصوم 10 أيام بدل الفدية التي وجبت بترك طواف الوداع. نعم.